احمد عبد القادر وحاطط ايده في انه بيحتفل. يعني انا بفهم ان ده تعبير عن مش عايز حد ينتقد، مش عايز اسمع، مش سامع حاجه كده يعني. مش فارق معايا. يعني تفرق معاك، يفرق معاك نقد. على فكره نقد الجمهور حقيقي صحيح، العواطف بتحركه اكتر. بس لما تضيع، لما تبقى اناني يعني في لعبه، الجمهور هيقول عليك اناني، مش هيقول لك، مش هيبرر لك، مش هيقول لك برافو، بيحس على طول. صح. زي لو المحلل قال لك كان لازم يديها لفلان، الجمهور نفس الحكايه بيقول كان لازم يديها لفلان. لما تعمل الترقيصه وبعدين تكرر الترقيصه تاني وبعدين تعمل الثالثه فتتقطع منك، لازم الجمهور يزعل منك. ولازم المحللين هيقولوا لك كده، صح، انك انت بتبالغ في المراوغه يعني. هذا ليس تقليلا من امكانياتك انت لعيب موهوب على فكره، جدا لعيب موهوب قوي يعني، والطريقه بتاعته حلوه يعني. صح. يعني بيضحك، بيعملها في كل مره بطريقه، وبيضحك في كل مره على المدافع، واللي بيعمل زيه قليلين دلوقتي. احنا دايما جدا كده. عنده مهاره عاليه جدا. طبعا. بس لما تقول لك ما تعملش كده وما تعملش كده، الكوره دلوقتي القرار فيها صح، الصح السريع، والقرار اهم من المهاره. يعني انت ممكن تبقى عندك مهاره بس ما بتعرفش تاخد قرار. طبعا. امتى تستخدم المهاره بتاعتك؟ صح. وامتى اللي هي ترقيصه واحده؟ زي ما انا بضرب المثل برمضان صبحي كتير، لان رمضان كانت مشكلته ان هو ياخد الكوره ويعمل كده يطلع على الخط، بعدين يروح راجع تاني بترقيصه تانيه في نفس اللحظه داخل لجوه، بعدين يروح راجع تاني على بره. لا، ففايلر حلله المشكله دي. صحيح. لما حط له اجاييه ومعلول، فبقى يعمل التمريره مثلث كده الثلاثه عشان يمرر على طول. هو التمرير هو كده. ما رمضان لعيب موهوب جدا برضه، بس لازم المهاره دي تطلع عند الضروره بس.